بيان للجيش السوري الحر. نفذت مجموعة من كتيبة العمري في درعا عملية نوعية خلال الاشتباكات مع عصابات الأسد شرقي نصير، حيث تم تدمير جيب بداخلها 5 ضباط ممن سفكوا دماء أهلنا في داعم. كما اشتبكت مجموعة من كتيبة عمر بن الخطاب في مدينة القصير مع عصابات الأسد وشبيحته، حيث أفقدتهم السيطرة نتيجة الخسائر الكبيرة وأمنت انشقاق كبير جدا بالرغم من تقطيع أوصال المدينة ومحاصرتها. لشهداء الكرامة تحية إجلال وإكبار. الشعب السوري الحر الأبي، منكم نستلهم الرجولة والقوة والشهامة، فاشمخوا شموخ الجبال، أيدينا بأيديكم، سلميتكم تعانق حربيتنا، فيخضع الإقليم والعالم للوقوف بجانب الحق والتخلي عن الطاغية. إن إرادتكم من إرادة الله، فأنتم قادتنا وأشرافنا وعزوتنا. أقبل جباهكم وأحييكم.